واحنا لحد الان ما عندنا اي حاله مشتبهه على مستوى الجهاز اللي وضعناه على مستوى الحدود. وكان فيما يخص المواطنين الجزائريين اللي يعني اللي عادوا على مثل يعني طائره خاصه من يوهان، لان يوهان هو يعني المكان الحساس اللي بدات فيه يبدا فيه الوباء، في يعني 31 جزائري و سبعة أجانب منهم موريتانيين وليبيين، إخوان ليبيين، وضعناهم يعني على مستوى فندق في المرسى، في ووفرنا لهم كل إمكانيات الراحة، وأيضا وضعنا جهاز يعني طبي داخل المقر باش يكون يعني متابعة تاع حالة الصحة هذ المواطنين يوميا يعني على طوال 24 ساعة. ولحد الان يعني رانا احنا في اليوم التاسع، الحمد لله ما فيه حد اعراض على مستوى هذ الاخوان الجزائريين يعني اللي جاوا من يوغان.